صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هناك من يقوم بتصوير فضيلتكم بكاميرا الجوال أثناء إلقاء الدرس، فهل تأذنون له بالاحتفاظ بذلك؟ لو أذنت له ما يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له يصور في المسجد، مساجد لا يصور فيها ولا يصور خارج المساجد، فكيف بالمساجد؟ عليه أن يتقي الله عز وجل ويتجنب التصوير. نعم.